اما نحن ليلى مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه ووصلنا للمساحه الطبيه. اما هلا بفقرتنا الطبيه رح نحكي عن المؤتمرات العلميه ودورها في تطوير وتحديث المعلومات سواء للاطباء او لطلاب طب الاسنان، وايضا رح نحكي عن زراعه الاسنان من دون عمل جراحي. لنحكي اكثر عن كل هاي الامور مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور عصام كرشي، اخصائي في تقويم وتجميل الاسنان وماجستير في علوم طب الاسنان من جامعة مونتريال كندا وعضو الهيئة التدريسية في جامعة الشام. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. صباحك خير، كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك يا حكيم، سلامة قلبك. يعني اليوم هي على البلد كلها هي الموجة، شو بيعرف يعني الجريب والانفلونزا شيء. سلامة قلبك، صعب عم بيجي، معافى ان شاء الله. دكتور خلينا هيك بداية نروح للمؤتمر العلمي، واليوم قد ايه مهم هي المؤتمرات سواء كان للطلبة أو للأطباء بتطوير المعلومات؟ لا، أول شيء المؤتمر بعنوانه هو عبارة عن تجمع للمعلومات في مكان واحد. اللي عامل بحث معين في أي ناحية من العالم لازم يعرضه بمؤتمر أو كذا مؤتمر حول العالم، مشان أطباء الأسنان وطلاب طب الأسنان يعملوا أبديت لمعلوماتهم، يحدثوا الدوز العلاجي تبع الدوائي، كمان فيه تحديث، كمان فيه تطوير. واجب العلماء او الباحثين يعرضوا الابحاث تبعهم، وواجب الطلاب والاطباء الاسنان يعملوا ابديت لمعلوماتهم مشان يطوروا المعلومات الاكاديميه اللي اخذوها خلال مثلا من 10 سنين، من 15 سنه، من 20 سنه، كله هذا عم يتجدد ويتطور وما بنضل على الاولد فاشن القديم. تمام دكتور، حضرتك كنت من المحاضرين بالمؤتمر العلمي الدولي، خبرنا عن هذا المؤتمر. هلا الشهر العاشر كان في بمناسبه الذكرى المئويه لتاسيس جامعه دمشق، كان في عندنا مؤتمر دولي لجامعه دمشق. عندي كان محاضره نفس البحث اللي عملته بجامعه مونتريال بكندا عن علاقه الصادات الحيويه الانتيبيوتيك مع العظم القشري حوالين الزرعات السنيه. وكان ضروري نعرض هيك شيء حتى حسب ما لنا شايفين كورونا 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 كله عم تصير نتيجه نحن عم نعطي دوز انتيبيوتيك او الاستخدام العشوائي خلينا نسميه للصادات الحيويه لعلاج ضد الجراثيم والفيروسات، عم نعطي دوز اقوى، عم يجي جراثيم عم تقوى، عم تضعف مناعه الجسم، نريد نحن من اول دوز بس الجراثيم بتقوى تضعف مناعه الجسم، مشان هيك اجت الكورونا قويه وخضت كثير على ارواح عالم نتيجه الاستخدام العشوائي للصادات الحيويه. زراعه الاسنان علم جديد طالع عم يتطور بشكل سريع جدا. في منه زراعه هلا عم نلجا لزراعه الاسنان حتى ما نحضر الاسنان اللي قبله واللي بعده. بنضل مثلا فقد سن واحد حتى ما نضطر نحضر السن اللي قبله وبعده ونركب جسر، لا، صار شغله بسيطه، عندك جزر بنفس اليوم بتقلع الجزر بتحط سن زرعه فوريه وبتعمل لك راون لهالزرعه، حافظت على السنين اللي قبله واللي بعده، ما اضطريت تعمل اي عمل جراحي كبير. دكتور خلينا قبل ما ننتقل لموضوع زراعه الاسنان ونحكي عن التقنيه الجديده نتوسع اكثر بدور حضرتك بالمؤتمر العلمي. حضرتك كان لك مشاركه بالمؤتمر وكان في القاء للمحاضره، خلينا نحكي عن تفاعل الطلاب، عن اهم الاسئله اللي ممكن توجهوا فيها لحضرتك. هلا غالبا الطلاب بحبوا شيء جديد، بحبوا يتفرجوا يشوفوا شيء جديد، يسالوا عن شيء جديد، هذا ليش؟ العام كله انتيبيوتيك انتيبيوتيك انتيبيوتيك، ليش؟ لانه انت عم تعمل عمل جراحي، العمل الجراحي اخذين بعقلنا نحن انه لازم دائما ناخذ انتيبيوتيك قبل وبعد وخلال الفتره. هلا لا، في جرعات وقائيه قبل العمل الجراحي ساعة واحدة عبارة عن 2 جرام أموكسيسيلين نعمي وقائيا حتى ما يصير معه أي التهابات أو مضاعفات بعد العمل الجراحي، وبنستمر بعد العمل الجراحي أو عملية زرع الأسنان لمدة أسبوع، كمان عم نكمل إذا ما عنده حساسية للبنسلينات بنستمر لمدة أسبوع 3 مرات يوميا 500 ميلي جرام أموكسيسيلين لمدة أسبوع. هذا الشيء عم نقارن نحن بين إنه إذا أعطينا جرعتين، جرعة قبل وجرعه بعد، ام اذا اعطينا جرعه واحده وقائيه قبل عمل الجراحي بساعتين وما كملنا شيء، هل هناك فرق على النتيجه؟ كانوا اثنين مثل بعضهم،
جرعه واحده قبل عمل جراحي بساعتين كافي ووافي. من الشائع انه فورا او يعني طبيا فورا بينكتب بالراشده فورا حتى تمام. هذا الشائع اللي وصلنا لهون. هذا الكلمه اللي تلق عليه الاستعمال العشوائي للصادات الانتيبيوتيك، استعمال عشوائي صار عندنا مين؟ صار عندنا ضعف بمقاومة الجسم، ضعف المناعة، وبالمقابل الجراثيم قوية، بالمقابل صاروا الأطباء يرفعوا الدوز. يعني كل ما عم نطلع كل ما عم نطلع، طيب ما وصلنا. وهي الكورونا تحكمت فينا نتيجة ضعف المناعة الجسم. يعني أنت اليوم مع إنه اليوم ما كتير يكون في صادات؟ لا لا، إذا شخص سليم ما عنده أمراض مناعية ابدا ابدا نعطيه جرعه وقائيه واحده 2 جرام اموكسيسيلين قبل العمل الجراحي او قبل عمليه زر الاسنان كافي، مع عنايه بالصحه الفمويه ومضامض بعد العمل الجراحي كافي وبزياده. تمام دكتور، يعني بدنا نحكي شوي بطب الاسنان وخاصه تحديدا عن عم نسمع عن زراعه الاسنان بالليزر، وهل هي تقنيه علميه اليوم؟ هلا زراعه الاسنان بالليزر هو اسم عام. المضبوط هو انه تحدد مكان الزرعه بسيرجيكال جايد او دليل معين، ما تفتح شق جراحي كبير او عمل جراحي كبير، تفتح بمكان صغير بكون محدده انت بناء على الصور 3D ثلاثيه الابعاد، تفتح بنقطه معينه وبتدخل بهالدريل هذا او الحفر بمنطقه واحده، بهالحفاره هي عندك مثل جايد او مثل دليل، لا بتروح دهليزي، لا بتروح لساني، لا بتروح انسي، لا بتروح شيء، هي انت عم تحدد لك وين تفوت بشكل دقيق جدا جدا، لانه انت عندك صور ثلاثيه الابعاد، وهذا الدليل عم يخلي لك السمبله او الدريل يفوت بمكان معين. تمام. بيفتحوا شق صغير كثير هن بسموه بالليزر، بينما هي الشق الليزري هو للسه، اما الدريل بالعظم يكون دريل موجه بدليل جراحي مسبق، يحفر على قد الزرعه، الزرعه كلها قطره 4 ملي او 5 ملي ماكسيموم، فبتحط على قد المكان وخياطه جراحيه حوالين الزرعه، او بنحط يعني فينا نقول هاي التقنيه لحالات معينه تستخدم زراعه، هي لحالات معينه وصارت تقريبا شائعه. اذا فقد سن واحد، ما بعرف اذا عم اشوف صور هني على الشاشه، ايوه فقد سن واحد مثل هون عندنا اياها على الجهه اليمين والجهه اليسار، فقد سن واحد عندنا، ما في داعي نفتح شريحه كبيره ونعمل عمليه ونضطر مثل ما قالت الاستاذه هون انه نعطيه انتبيوتيك بجرعات عاليه، لا شق صغير عمليه صغيره عقامه تامه وبيهتم بدي اياها انه بعد للشكل للعموم، ديروا بالكم بعد العمل الجراحي اللي هو زر الاسنان تدخين ما فيه، بيطلع من عياده السكارة. الطبيب دغري برافو عليك السيكاره بايده، طيب شلون هيك؟ يعني احنا سيكاره 24 ساعه ممنوع تمد ايدك عليها، المضمضه تفريش بعد اي اجراء بخص الاسنان؟ بعد اي اجراء وخاصه الجراحي، لانه الدخان تعرفي دخان سيجار تدخين سموكينج بتفوت لجوات الشق الجراحي بيعمل لك التهابات، التدخين ممنوع منعا باتا مينيموم 24 ساعه، فانا بيطلع من هون كذا، والعنايه بالصحه الفمويه بعد العمل الجراحي كمان مشان ما تفوت الجراثيم من جواتها، لانه لازم يكون الجرح عقيم مشان يكون في نسبه نجاح عاليه للزرعات السنه. طيب حكيم، اليوم قد ايه بلدنا سوريا عم تسعى لتطوير الكوادر الطبيه لتواكب كل شيء جديد، ان كان بالمؤتمرات، ان كان بالمشاركات الخارجيه، ان كان بالندوات اللي عم بتصير ضمن الجامعات، قد ايه اليوم مهم هي المواكبه؟ هلا كثير مهم اللي يطلع يعمل دراسة عليا اختصاص ماجستير دكتوراه برا يرجع ينقل هالمعلومات لطلابنا. يعني ما يكون هالعلم هذا محصور، بيطلع مو كل العالم، عندنا مثلا 400-500 طالب طب اسنان ما كلهم قدرانين يطلعوا يختصوا برا، صعبة امكانياتهم لغتهم ظروفهم، اللي كنا بظروف الحرب ما كان حدا يقدر يطلع، اللي عم يطلعوا لبرا يجوا ينقلوا هالعلم هذا خلال المؤتمرات، خلال الدورات التدريبية اللي عم تقيمها جامعة دمشق، دورات تدريبية اللي عم تقيمها الجامعات الخاصة، المؤتمرات اللي عم تقوم بنقل هالعلم هاد ودعم التحديث أو أبديت للمعلومات لطلاب أو أطباء الأسنان الجدد. تمام دكتور، حضرتك قدمت محاضرة بعنوان طب الأسنان، خلينا نحكي شوي أكثر عن هاي المحاضرة. هي الحديث في طب الأسنان وما علاقته بزراعة الأسنان. حكيت لك أنه كانت عبارة عن مقارنة سريرية، عبارة عن راندومايز كلينيكال ترايل على المرضى، كان عندنا حدود 40-50 مريض، قسمناهم لمجموعتين،
المجموعه الاولى اعطيناها انتي بايوتيك قبل عمليه زرع الاسنان، واستمرينا لمده اسبوع بالانتي بايوتيك اللي هو اموكسيسيلين 500 ملي جرام ثلاث مرات يوميا، وعملنا مقارنه مع المسميه المجموعه الشاهده اللي هي الستاندرد اللي اخذوا بس 2 جرام اموكسيسيلين قبل زراعه الاسنان وما اعطيناهم شيء بلاسيبو او كانت النتيجة نفسها. مشان هيك نحن بالكونكلوجن كانت ان اعطاء الصادات الحيويه اكثر من الجرعه الوقائيه كافي للمرضى السليمين الاصحاء، ما عم نحكي عن المرضى اللي عندهم مشاكل مناعيه، المرضى اللي عندهم امراض قلبيه، سكري، هدول لا لهم اجراءات خاصه ولهم. طيب حكيم، حضرتك اخصائي ايضا تقويم اسنان، واليوم ايضا المواكبه بكل جديد كمان تشمل تقويم الاسنان، اليوم شو اهم جديد بهذا العالم؟ هو كمان فوبيا بالنسبه للناس هاي القصه، يعني تخاف من هذا الاجراء. هي صايره فيكم السيدات والانسات، يعني انتم حلوين، يعني بنجي نحن بنركض بنشوف مثلا ما بعرف اذا بتقدروا تطلعوا لنا حاطين صوره جوليا روبرتس مثلا. كنا عم نشوف هذه الصور. هلا بنشوفها. كل واحد، كل انسان شخص جميل، الله خلقنا على شكله ومثاله وبأحسن تقويم. حضرتك حلوة لأنه أنت وشك متناسق، الجبهة مع العيون مع الأنف مع التم مع الأسنان، حضرتك كمان جميلة، أنت مختلفة عنا وعن الثالثة وعن أختك وعن ابنت عمك، كلنا إنسان، كلنا جميلين بالتناسق، ما ضروري نحن نروح نعمل كوبي بيست والله عن ممثلة فلانية أو عن ريلز بسموها أو المشاهير، ما بعرف شو بتسمون انتم اشطر مني بهدول. اكيد الشيء بده يتناسب. هالمشاهير بيروحوا بيعملوا كوبي بيست، تروحوا سيرين عبد النوصات كل الشعب عن نفس الدكتور، عن نفس الدكتور كلهم بدهم سيرين عبد النور. طب هذا الشيء هذا الدور بيرجع للطبيب ولا للصبيه اللي بتختار هذا الشيء؟ مو الطبيب لازم يبدي رايه انه هذا الشيء ما بيناسب. صحيح 100% كلامك، انا مع كل شخص او شخص ان كان صبي او بنت، حتى الصبيان بلشوا يمشوا على هالخط، لا كل واحد حلو لحاله. انت حلوه لان وشك متناسق مع بعضه، عيونك غير عيوني غير عيونه، وشك غير وشي، اسنانك غير اسناني. نحن واجبنا كاطباء تجميل اسنان نعمل تناسق من اقسام الوجه. ما ضروري كل العالم يساويون سيرين عبد النور، ما كل العالم يساويون يساوي هذول الابتسامه الهوليوود البيضاء، ننزع كل اسنانه الا اذا كان في استطباب، اذا كان اسنانه خربانين، اذا عنده نخور شديده، اذا عنده مشاكل، وقتها بنتجه للهوليوود سمايل اللي هن راكدين عليها بشكل عشوائي. في شيء اليوم تحديث بموضوع التقويم؟ طبعا لا، انا بالنسبه لي تقويم الاسنان في عندنا حالات بعمر صغير من الست سنين للعشر سنين، هدول ضروري ضروري للتوعيه للاهل يروحوا يراجعوا طبيب التقويم ولو استشاره بعمر صغير. ليش؟ لانه في مشاكل بتكون بعظام الفك، عظام الفك، الفك السفلي مثلا بجوز يصير معه تقدم للامام، بجوز الفك العلوي يكون تراجع للخلف، هدول اذا جينا عليهم قبل فتره النمو او وثبه النمو اللي بيترافق مع البلوغ الجنسي للصبي او للبنت بين 10 و 12 سنه، ننصح انه هدول يراجعوا الاهل ولو استشاره حتى نلحق موضوع تقويم الاسنان لتناسق الفكين وليس الاسنان. الاسنان امتى ما اجى المريض عمره 10 سنين عمره 20 سنه بيساوي له تقويم ورصف له اياهم ظبط له اياهم، اما الفكين ما بنقدر غير فتره ذهبيه محدده تقريبا بين 10 و 12 13 سنه، هي الوحيده بنقدر نعالج مشاكل عظام الفكين. تمام دكتور، خلينا نرجع نحكي شوي عن زراعه الاسنان. هل زراعه السن اليوم بتدوم مدى الحياه؟ وقديش كم جلسه بتحتاج زراعه الاسنان؟ كثير حلو، يعني هيك سلكتيني فيه بس حلو. يعني هلا اهم شيء اذا كان استطباب زرع الاسنان صحيح فهو نسبه نجاحها عاليه جدا، صارت فوق 99% الاستطباب. يعني دائما الطبيب بده يشوف المريض، يشوف حاله المريض، يدرسها ويطبق له الزرعه المناسبه لحالته، وهلا عم تاخذ نسبه نجاح عاليه جدا فوق 99%. ثاني شغله الديمومه، الديمومه مثل ما حكينا انه اهم شيء بعد ما حطينا الزرعه بشكل عقيم ونظافه وجرح وصار في بعدها عناية فموية، لازم المريض يضل يعتني فيها، مو والله حطينا الزرعة ومشينا خالصين. يعني مثل الإنسان اللي بيجي والله تحمم مرة بالشهر مثلا، لا ما بصير. كمان الأسنان بدهم عناية بالصحة الفموية، بدهم مضامد خاصة، بدهم طريقة تفريش خاصة، بدهم ديمومة طويلة جدا. يعني عندنا عشر يعني زرعات عايشة فوق العشر سنين وما عندي اياها دوكيومنتد موثقة وشلون كانت وقديش في تراجع عظمي على الزرعة، كله نسب ضئيلة جدا. يعني تخيلي بعد ما تصير 0.1 بالعشرة
من مليمتر سنويا اذا في تراجع عضل. فهي بتعطيك انه اذا طول الزرعه فرضا 12 ميلي هي ضمانتيه فوق ال 10 سنين 12 سنه برياحه برياحه برياحه. مع عنايه فمويه مع عظم سليم اذا ما كان كثير كبير بالعمر، اذا شاب الشخص المريض فعظامه بتكون كويسه، التحام العظمي حوالين الزرعه بيكون الاوستيجنيشن اندماج العظمي مع الزرعه بيكون كويس، بتاخذ فتره طويله بشرط الاعتناء بالصحه الفمويه بعد الزرعه. طيب دكتور، اليوم وقت اللي عم نقول نحن زراعه اسنان نحن عم نحكي عن الحل الاول طبيا عند طبيب الاسنان، يعني اليوم كل ما ذكرت حضرتك من عوامل نجاح زراعه الاسنان نحن اليوم كيف قادرين نعتني فيهم، ولكن اليوم في اشخاص تستثنى من زراعه الاسنان بيكون عندها حالات مرضيه بالجسم، شو هي اهم الحالات اللي ممكن ترافق الشخص تمنعه من هذا الاجراء؟ هلا اول شيء في امراض عامه حتى السكري، كانوا اول شيء السكري يتجنبوا يعملوا زراعه الاسنان، يخافوا من النزف، يخافوا من عمليه اللي حكينا عليها الاندماج العظمي حول الزرعه هي اللي حكينا عليها، في مشاكل كثير. هلا صار في ضبط للسكري لمده 3 اشهر لست اشهر، اذا صار ضبط للسكري بمستوى معين وصار طبيعي نقدر نعطيه السكري، ما له علاقه بالمميعات اذا كان السكري هذيك الامراض القلبيه هلا بنحكي عليها. اذا قدرنا نضبط نسبه سكر الدم لمده 3 اشهر ساويناه وصار بنعمل له زرع. كان بالقبل اول ما يفوت المريض لعند طبيب لو ما عندك سكري له يلا خلص ما بتساوي لك زرع، ايه لا هلا صار بيتعالج. وفي امراض عامه اللي لها علاقه بهشاشه العظام، الامراض العظميه بعمر الكبار بالعمر يعني فوق ال 75 80 سنه بيكون عندهم نوع من نقص ترويه العظام، هدول صعب يصير عنده اندماج عظمي. كمان بدنا نكون كثير حذرين نعمل بريكوشنز لحالات زرع الاسنان غالبا الامراض القلبيه، يمكن الامراض القلبيه بري عليك يعني امراض القلبيه بدنا نكون نستشير طبيب القلبيه قبل ما نفوت بهالعمليه. مشان شو؟ مشان مثل ما قلتي حضرتك بيكون هو عم بيعطيه مميعات، عم بيعطيه هبارين، عم بيعطيه ادويه معينه بتصير نزف اثناء العمل الجراحي. مشان السيطرة على النزف العمل الجراحي نستشير طبيب القلبيه قبل فترة بيعطيه علاج بدل المميعات الهبارين، دول بيعطيه ادويه ثانيه او عفوا خلال فتره ثانيه تم المراقبه، بعدين بيصير تحت الهي بيعمل العمل الجراحي زرع وخلص. ما في سلبيات دكتور لزراعه الاسنان؟ السلبيات لزراعه الاسنان ما شفنا شيء، في اخطاء اثناء وضع الزرعه السنه. مشان هيك وقت بنعلمهم نحن بطلابنا بجامعه الشام كثير كثير بنكون حذرين مشان نشوف وين المعالم التشريحيه محل ما عم نزرع. القناه السنيه السفليه بالفك السفلي، الجيب الفكي بالفك العلوي، الثقبه الذقنيه بالفك السفلي، كله الاعصاب والمعالم التشريحيه، جدار الانف، كمان قاع الانف، هذول دائما بعد عنهم ونحطهم بالدراسه ونعمل صور شعاعيه سي بي سي تي اللي هي ثلاثيه الابعاد، هذول قبل حتى ما نوصل لمرحلة الخطأ ونوصل السلبيات اللي خاف فيها نرد العصب أو نقطعه أو نضربه أو نفوت داخل الجيب الفكي أو جاخي. إن شاء الله حكيم، نحن بدورنا بنتمنى لكم كل التوفيق برسالتكم الإنسانية العلمية، وإن شاء الله هيك نشوفكم نشوف أطبائنا السوريين ناجحين بكافة المستويات ودائما هيك تخبرونا بكل التحديثات بعالم كان طب الأسنان أو غيره. شكرا لحضورك دكتور عصام وأهلا وسهلا بحضرتك وسلامة قلبك مرة ثانية. ميرسي لك وكلكم ذوق على الاستضافة. أهلا وسهلا وشكرا للاهتمام بموضوع المؤتمرات العلمية اللي عم يعمل أبديت وتحديث لها واجبنا. شكرا لك دكتور ويعطيك ألف عافية. ميرسي لك.